أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الجميل اللي بنتكلم فيه عن التسبيح حتة حتة كده صغيرة. وعايز حضرتك تفتكر يعني ربنا يدينا حلقة فيها نراجع كل اللي احنا قلناه، بس أنا عايز حضرتك يزداد بهائك في التسبيح وانت واقف قصاد ربنا، بهاء تسبيحك يطلع تسبيح ممجد. احنا كنا بدأنا مع بعض سلسلة، أهلا بك معنا في برنامج بفضل نعمتك. بدأنا سلسلة مع بعض بذبايح، الذبايح الروحية اللي منها ذبايح التسبيح الروحية وذبايح أخرى هنقول عليها روحية. لكن برضو عشان أدي لحضرتك فكرة لما كنتش متابع معنا الحلقات اللي فاتت، لأن احنا بدأنا سلسلة اتكلمنا قلنا الذبايح نوعين، ذبايح دم كانت في العهد القديم بيقدموا ذبايح حيوانية تكفر عن الإنسان حسب وصية ربنا لحد ما جه يسوع هو قدم الذبيحة دي بنفسه، فبقى خلاص ما عدناش محتاجين نقدم ذبايح حيوانية. دم يسوع وذبيحة يسوع بتقدم لنا كل الامتيازات اللي كانت بتقدمها الذبايح دي. لكن بدأنا احنا مطلوب مننا نقدم بقى الذبيحة الأخرى اللي هي ذبيحة الروحية اللي كان ابتدأها داود، واتكلمنا على خيم موسى وخيمة داود وخيمة سليمان، وبدأنا نتكلم ايه الذبايح الروحية اللي ابتدأها داود. فقلنا منها الذبايح الروحية هي جزء منها، أول واحد نوع منها ذبايح التسبيح، النوع الثاني ذبايح أخرى هنقولها. من ذبايح التسبيح اتكلمنا وعرفنا المرة اللي فاتت ذبيحة التسبيح، ذبيحة الحمد، ذبيحة الشكر، ذبيحة الهتاف. المرة دي هنتكلم على ذبيحة غريبة قوي ممكن تكون البعض مش متخيل إن هي ذبيحة التسبيح، اللي هي ذبيحة العطاء اللي حضرتك بتقدمها في الكنيسة. لما يجي يتلم العطاء يقول لك القسيس إيه أو الراعي يقول لك تعالى نعبد الله بتقديم عطيان، لكن ما حدش فسر لنا كتير يعني ايه نعبد الله بتقديم عطيان. دي اللي بيتكلم عنها الكتاب في عبرانيين 13-16، لكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لانه بذبائح مثل هذه يسر الله. وفيليبي 4-18 بيقول ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت قد امتلأت اذ قبلت من ابيفرودتس الاشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. إذن في ذبيحة اسمها ذبيحة فعل الخير والتوزيع. طب إيه علاقة ده بالتسبيح أو نعبد ربنا بتقديم عطيان؟ الكتاب المقدس هو بيتكلم عن الحمد، اتكلم على أنواع من الحمد، منها الحمد لأنه كان الكلمة في أصل اللغة الحمد مصحوبة بكذا معنى. المعنى الأولاني منها بيتكلم على حاجة اسمها يادا اللي هو شكر الله مصحوب برفع اليد. براك كان حمد الله وشكر الله مصحوب بالسجود. النوع الثالث اسمه تودا، ده اللي احنا بنحكي عليه اسمه فعل الخير والتوزيع، اللي هو ده كان يبقى شكر الله مصحوب بعطايا عينية ومادية. فكان زمان بيجيبوا أوائل غلاتهم وبقراتهم أوائل الغنم وكده ويقدموها. إحنا بقى بنعمل إيه؟ بنقدم أوائل عشورنا وأوائل فلوسنا لربنا، ده اللي بنقول عليها في الكنيسة نقدم ونعبد الله بتقديم عطايانا. إذن لو أنا أجي لحضرتك عبرانيين 13 عدد 15 ضميته مع عدد 16 يوضح لك انه كان بيتكلم على حاجه واحده. عبرانيين 13-15-16 بيتكلم على ذبيحه التسبيح اللي لها شقين، الشق الروحي اللي هو انك انت معترف بفمك ثمر شفاه معترف باسم، ده جزء روحي. وبيقول لك كمان ما تنساش الجزء المادي او الجزء الاخر في ذبيحه التسبيح اللي هو التودا اللي هو تقدم عطايا عينيه. فزي ما اقول الجزئين ورا بعض اقول ايه، فلنقدم به في كل حين، إلى عبرانيين 13-15-16، فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح. أي ثمر، أي إباء، خد بالك حاجتين، ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير، الجزء الآخر، الشق الآخر من ذبيحة التسبيح المادي اللي فيه مصحوب بعطايا مادية. إذن أي هو ثمر شفاه معترفة باسمه، ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر رب. كأنه بيقول إيه؟ أعبد الله بالروح وبالحق، يعني أرنم بالروح وبالذهن أيضا. فكأننا بقول لك ذبيحة التسبيح لها شقين، شق روحي معترفين باسمه إعلان روحي، وشق مادي إنك أنت بتقدم بتشكر الله بتقديم حاجة عينية. دي أنواع الحمد، لحد ما ممكن نتكلم عن الحمد بطريقة أكتر من كده ونشرح. بس عايز أقول لك الذبيحة اللي احنا اتكلمنا عليها هي ذبيحة روحية مرتبطة بذبيحة التسبيح مكملة ليها اللي هي فعل الخير
والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يصر الرب. تعال مع بعض كده نقول التانيمة الجاية دي اللي هي عبارة عن حوار ما بين العريس والعروس. طبعا عريس نفسنا هو يسوع، العروس اللي هي إحنا. فالتانيمة الجاية بتقول كده: هل حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سوى؟ واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك، زي ما بيتكلم في مزمور 27: واحدة سألت من رب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت ربي إلى مدى الأيام. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سوى، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. كلك يا حبيبتي جمالا وهيبة، أنت سروري وسكناي ليس فيك عيبة. كلك يا حبيبتي جمالا وهيبة، أنت سروري وسكناي ليس فيك عيبة. أنت سروري وسكناي ليس فيك عيبة. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. حلقك كله حلاوة يا أبرع جمال، طلعتك يا حبيبي ليا أن أسكن دوما معاك. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. أحببتك يا عروسي قد سابني حبك، راحتي وجلوسي وسط تسبيحاتك. أحببتك يا عروسي قد سابني حبك، راحتي وجلوسي وسط تسبيحاتك. راحتي وجلوسي وسط تسبيحاتك. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. قد فادني حبك أعطاني نجاحا، أحمدك لي لأنك ممتلئ صلاحا. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سواك، واحدة هي سألتها ليا أسكن دوماً. خيرك ورحمتك هما يتبعانني، رائحة أطيابك تملأ كياني. خيرك ورحمتك
ريحة أطيابك تملأ كياني حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سوى واحد هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك حبك ليا أثر فيا ما يشبع قلبي سوى واحد هي سألتها ليا أن أسكن دوما معاك. ده كان حوار في نوع من التسبيح هنتكلم فيه في حلقة تانية اسمه عريس وعروس بيحكوا مع بعض زي نشيد الأنشاد ما بيحكي ما بين حوار ما بين عريس وعروس. الله يبارككم كان الحوار ده ما بين يسوع عريس الكنيسة والكنيسة كلها، فأنا كنت بمثل صوت يسوع وكاتفينا بتمثل صوت العروس. يسوع يبارككم، نشوفكم في حلقة جديدة.